أكثر من 800 مؤسسة من 33 دولة ستشارك في الطبعة 49 لمعرض الجزائر الدولي تحت شعار الاستثمار والمؤسسة في قلب الاقتصاد المنتج. الوزير الأول وخلال افتتاحه الرسمي للتظاهرة أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات للمستثمرين للتوجه نحو الأسواق العالمية. السوق الروسي راهو طالب المبكرات، الخضر والفواكه المبكرات. قادرين نديروا شراكة مع شركة روسية ثم تنتجوا إن شاء الله، وهما يسوقوا إن شاء الله، وهما يديروا الكونديسيونال إن شاء الله، يربحوا الفلوس على روحكم. إحنا من إحنا للتأكيد نهائيا كان اللي يهضروا هكذا، إحنا بالنسبة للاستثمار نسهلوا للناس كل إن شاء الله يا رب. الحمد لله سهلوا للناس عراقيل من ناحيه على بالي فيه زوج مشاكل، هي قضيه الفونسي كما يقولوا الارض والقرض، هذه رانا وراهم بالعقل بالعقل حتى نحلوا المشكل. بارك الله فيكم. لكن انتم ما تخبوش فلوس انفستيسمون ان شاء الله. إرادة الدولة الجزائرية في التوجه نحو التصدير والشراكة المربحة مع الأجانب سترافقها تسهيلات وامتيازات جمة للقضاء على مختلف الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون بالجزائر. الجزائر راح تحتضن لقاء افريقي من تقريبا 2000 رجال اعمال، ماهيش دول ولكن رجال اعمال هما اللي تلاقوا في الجزائر هنا باش نفتح السوق الافريقي ما بين الافارقه والجزائر. تلعب دور تاعها بالنسبه للتصدير، فاحنا متكلين عليكم كثير باش تساعدونا من الجانب هذا، ولكن التصدير مبني على محاربة البيروقراطية الإدارية. الوزير الأول وخلال زيارته للمنتجين المحليين لمختلف التجهيزات الكهرومنزلية شدد على أهمية صناعة الأجهزة الأقل استهلاكا للطاقة. بالقانون المالي المقبل راح ناخذ إجراءات، المكيفات اللي تستهلك كثير كهرباء نزيدوا لها تاكس، واللي تستهلك أقل نخفضوا لها. معرض الجزائر الدولي سيكون فرصة للمستثمرين لبحث سبل الشراكة فيما بينهم، كما سيكون مناسبة للمستهلكين للاطلاع على أحدث وأجود المنتجات في مختلف القطاعات.